سامعكم خوتي، سامحونا، كنا مجدي رحنا بنفرحوا مع قدوم الفريق الوطني للفندق، فإذا به يعني المشجعين المصريين ضربوا الحافلة بالحجر، ونتج على ذلك إصابة كل من حليش في راسه والصايفي في يده ونموشية، وفيه كذلك مجروحين، وفيه يعني في يعني الحافلة مهمشة، لكل الزوجة مهمش. هذه يعني مساج عاجل. فيها كذلك المشجعين في المطار، اخوه جاوا من كندا في موريال، فيه تقريب طفل في عمره 11 سنه، انهالوا عليهم الشرطه بالضرب ووقفوهم في المطار. وهذا هو خوتي، صورنا يعني الحادثه، لكن اخذتها يعني اعطيناها السلطات الجزائريه هنا في الفندق، وهما في الطابق الرابع من هذا الفندق، والحمد لله كنا هنا، كان الوزير، كان المدربين، كان يعني عضو من الفيفا هنا، وان شاء الله هذه تخرج على خير. والله يعني اخوتي سمحوا لي، جاتني الدمعه وجاتني الحقره، جينا هنا نشجع الفريق الوطني، وكان خوتنا جاهم كندا، وزيد على ذلك تكيات ما جيناش، ما نشاء الله هذا الماتش حيلعبوه، واذا كان حاجه جديده نقول لكم السلام عليكم خوتي، سمحوا لي على الانفعال، السلام عليكم.